سيت بيلت اون، صرنا بداخل الفورد جي تي جديده، والى جانبي مالك هالسياره فادي شرفين يلي بيعرفوا موتور شو من زمان، بيعرفوا فادي صورنا معه عده حلقات. فادي لبناني الاصل، مقيم بامريكا له اكثر من 30 سنه، وعنده اكبر مجموعه سيارات شلبي. اليوم عم نشوف الجي تي جديده، سياره حكينا عنها كل شيء نحن، ماستر بيس. شو هالكوكبيت الروعه، كاربون فايبر ايفري وير، ليذر، وشفتوا البترفلاي دورز، جول وينج دورز. عم نحكي 650 حصان، 647 647 هورس، V6 توين توربو، V6 توين توربو، ايكو بوست، ايكو بوست انجن، اكيد دفع بمنطقه الخلفيه، محرك وضعيه وسطيه مثل ما تعودنا مع كل الهايبر كارز، بريكنج اكيد ذا بيست، كاربون فايبر بريكس، وعندنا نظام تعليق مقتبس من عالم الفورمولا 1 طبعا، ومن التراك فيرجنز تبع السيارات. يو اس بي بورتس. شغله حلوه بهالسياره انه انتم ما بتغيروا السيت ثابت، بيجي لعندكم البادلز بتقربون وبترجعون. اسمعوا الصوت، سبورت مود. هلا اخترت لكم بالاول لما تكون كثير قاسيه على الفي ماكس مود، بتنزل السياره becomes more harsh، سيارة كتير واطية. صوت روعة. أول شغلة بتحسوها بداخل السيارة قديش كل شيء رو، كل شيء بعده ريس انسبايرد، يعني متاخد من حلبة، ما عندكم ولا محل سبن. أول ما تدعس التراتل بعد ويليب هالقد ستيرينج، قطر التفافه كتير قليل و very sensitive، break amazing، speed of shifting سرعة الغيار، ما فيها تطلع فوق 500 rpm بعد break in، ولكن فيكم تاخذوا فكرة عن التأدية بهالسيارة. رح تسمعوا أصوات وقصص كله هاند ميد مثل ما بيصير بسيارة السباق. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.